على الهواء مباشرة ينضم إلينا ناشط الحقوقي عارف دراغمة. يسعد أوقاتك. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني بداية نتحدث عن تفاصيل هذه البؤرة الاستيطانية وعما يجريه المستوطنون والاحتلال في المنطقة. يعني ما يجري في الأغوار الفلسطينية وفي المنطقة طبعا هي سياسة واضحة الآن يقودها المستوطنين في خطة مبرمجة من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني وخاصة في منطقة الأغوار. ما يجري يوميا يقوم المستوطنين بوضع جرافان هنا وهناك وبالتالي يسيطر على تلك المنطقة ومن نلبث أن تصبح هذا الجرافان مستوطنة أو بؤرة استيطانية. الآن طبعا في منطقة الأغوار الشمالية وفي منطقة بوفيا وضع المستوطنين مقاعد وأماكن للتنزه وثبتوها بالباطون ويقوموا الآن طبعا ببناء جرافان في المنطقة وبالتالي هذه المنطقة ستغلق وإذا ما أغلقت سيغلق المستوطنين أكثر من حوالي 4000 دولم في تلك المنطقة. سياسة واضحة كما تكلمنا. نحن نتكلم عن أكثر من 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الأغوار الآن تسيطر على أكثر من 52% منها. نعم. يعني لو حدثتنا عن الوضع في هذه المنطقة اللي هي يعني منطقة الموفية. نعم. طبعا هذه هي تقع إلى طبعا الشمال الشرقي لكرية الحديدية الفلسطينية أراضي رعوية أراضي ممتدة للفلسطينيين يحمل أصحابها أوراق طابور رسمية من طوباس وغيرها بالتالي طبعا إذا ما أغلقت تقع على الحدود الشرقية ما بين الأراضي الأردنية والفلسطينية. إذا ما أغلقت كما تكلمنا سيغلق عشرات بل مئات من الدولمات أمام الفلسطينيين وخاصة المناطق الرعوية والمناطق الجبلية التي يتجول فيها الرعاة الفلسطينيين يوميا من أجل إطعام أغنامهم. حول يعني انتهاكات المستوطنين هناك في تلك المنطقة أيضا. يعني هذه المنطقة منطقة موفيا الآن يوجد فيها مستوطنة ويوجد فيها بؤرة استيطانية قديمة. نعم. مستوطنة حمدات وبؤرة بالإضافة في هذه المنطقة ومعسكر لتدريب جيش الاحتلال. الاحتلال أقام أكثر من 6 فرقسات للدواجن فيها خلال العامين الماضيات وبالتالي كما تكلمنا هنالك أطماع للاحتلال بهذه المنطقة. إذا ما أغلقت سيتم إغلاق مساحات شاسعة واسعة ممتدة ما بين الحديدية وبين خط 90 طبعا على الحدود الشرقية وبالتالي سيغلق طبعا كما تكلمنا آلاف الدولمات أمام الفلسطينيين من التجوال من الرعي وغيره. سيحرم الفلسطينيين من طرقات زراعية أيضا تذهب إلى أراضيهم إلى مناطق ثانية. لماذا يعني برأيك يركز الاحتلال على هذه المنطقة؟ هل هي قريبة من المستوطنات؟ يعني هذه المنطقة منطقة استراتيجية تقع في قلب الأغوار الشمالية حولها بضع مستوطنات غبار استيطانية ومستوطنين أيضا بالتالي يركز على هذه المنطقة لإغلاقها. إذا ما تم إغلاقها كما تكلم سيتم إغلاق آلاف الدولمات من الأراضي وبالتالي طبعا القضاء على أمال الفلسطينيين في السير حتى التوجه إلى أراضيهم. برأيك يعني ماذا تحتاج المنطقة من المستوى السياسي الفلسطيني وأيضا من المستوى الشعبي؟ يعني أخي نحن نادينا وما زلنا ننادي يعني بالمثل الفلسطيني العربي جبروها قبل ما تنكسر لكن الآن نحن نتكلم عن 82% من الأغوار تحت سيطرة الاحتلال. نحن نادينا وما زلنا ننادي أن الأغوار تمثل الكرامة الفلسطينية والامتداد الحيوي لأي كيان فلسطيني وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفات شعبية حقيقية مع السكان. يجب أن يكون هناك وقفات قانونية حقيقية مع السكان لاسترداد أراضيهم وحمايتها. ماذا عن يعني الخدمات في المنطقة وبرأيك كيف من الممكن تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في هذه المنطقة؟ يعني القضية القانونية أخي طبعا هي القضية الوحيدة اللي يمكن طبعا أن نعول عليها ثبات المواطنين الفلسطينيين توفير ما يلزم للسكان من مقومات الحياة والبقاء والصمود وإيصال المياه لهم طبعا وإيصال الخدمات الأساسية لهم وبالتالي إذا ما تم تثبيت هذه الخيمة الفلسطينية التي يسكن فيها مواطن فلسطيني قبالة معسكر جيش الاحتلال سنثبت تلك الأراضي وسنوقف زحف المستوطنين إلى تلك الأراضي. يعني برأيك مستوى الخدمات في هذه المنطقة متدني؟ لا يوجد. أنا ما يركب ما يقدم للأغوار حتى ليس فقط هذه المنطقة لا نركب أن نكون قدم الشيء للأغوار وبالتالي طبعا نحن ننادي ونناشد من خلال طبعا إذاعتكم أن الأغوار التي تمثل المياه الأرض الحدود الآن هي البقر الحلوب للاقتصاد الإسرائيلي يجب أن تعود إلى أصحابها ويجب أن يضخ طبعا بها مشاريع بنية تحتية مناسبة للسكان الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه المعلومات والتفاصيل الناشط الحقوقي عارف دراغمة. شكرا.